معك مراد كونستانتين على ما اظن. جبت معايا داك لا فيديو انتاج الفردون داخل الكاجا، وكاينين دي زامي قالوا لي خويا مراد زيد عاود دير لنا فيديو، حنا حابين ميلي فينومين. انا درت فيديو من قبل وقلت لكم هاو كيفاه ديروها وكيفاه ديرو، ما كانش مشكل في الاعاده افاده. اولا اللي يحب يخرج ميلي فينومين باذن الله يخرج له ما شاء الله، لازم لا فيمال مقنين والمال كناري، وجربوها وتخرج بربي ان شاء الله. ودروك نعت لكم ميلي باباه ماجور مو فيمال اغات وخرج كرونتاي، الله يبارك ما شاء الله. ونعت لكم لي ميلي لا فيمال بارفا تاعنا مع الكناري تاعنا، وجربوها وان شاء الله تخرج مليحه. وكاينه حاجه اخرى ثاني، كاينين دي سامي قالوا لي خويا مراد حابين نمشيو المقنين في الكاشاني، درت فيديو من قبل ونزيد نعاودها. اول حاجه اللي تخدموا خدموا حاجه تاع واحد انسان مبتدئ تاع لي زاماتور، واش ديروا؟ جيبوا الحشيش، جيبوا النوار، فوليارا، حطوها وتكلوا على ربي. العمليه هذه يقدر يصلحها واحد مولا 6 سنين، واحد مولا 10 سنين، واحد مولا 20 سنه 40 سنه. هذه الخدمه تاع لي زاماتور، اي انسان يقدر يصلحها. ما تروحوش ديروا حوايج حط سيباراسيون قدامك، نو، ابداو بالحاجه السهله. فوليارا وديروا الفكره هذه بربي ان شاء الله تصلح لكم. اللي يشوف لا فيديو هذا يبارطاجيه وادعيوا لنا. ومازال جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.